ربي حمرك ربي حمرك اتخطفت من يوم قدام باب الفيلا. حكي الدم خرف تاعهم عمر، حكي الدم خرف تاعهم عمر. العربية العربية مش عارف ازاي دخل. ارض يا اسطى. راح فين قدام؟ المفروض ان هم دلوقتي العربية وقفت. في الفيديو ده اخيرا هنعرف مين هو الشخص اللي كان لابس مانويل. كمل الفيديو الاخر عشان تعرف كل حاجه. والله انا اقول لك دكتور، والله الفيديو ده هتعرف مين هو ومعاه دلائل تاكد لنا وتعرفنا مين هو الشخص اللي كان لابس مانويل. اهم حاجه انك تكمل الفيديو الاخر بس كده، مش هطول عليكم. يلا بينا ندخل الفيديو ده على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا حمزه مالك، شكرا اشترك في القناه، فعل الجرس واعمل لايك للفيديو. لايك ده فايدته انه مشجعني ان انا استمر في الفيديوهات واعمل فيديوهات كل يوم. فانت اعمل لايك مش هتخسر حاجه. انزل اعمل لايك دلوقتي اعمل لايك وبس كده، اشترك في القناه. يلا بينا نبدا على طول الفيديو ده. زي ما قلت في بدايه الفيديو انا عندي دلائل وتحليلات هتعرفنا مين هو الشخص اللي كان لابس مانويل. اهم حاجه تكمل الفيديو معانا ويلا بينا نبدا على طول، مش عايز اطول عليكم. ودليل الاول معانا ودليل ده هيعرفنا مين هو الشخص اللي كان بيدي شاور التحديات، اللي كان بيقول لشاور خد اعمل التحدي ده واعمل التحدي ده، عشان كان بيقول له هديك هديه فانت اعمل التحدي ده واعمل التحدي ده. فانت عايزين تعرف مين هو الشخص ده اللي كان بيدي شاور التحديات. الشخص دوت لو انت دققته وهو بيحرك كده وكده وبيتكلم، هتلاحظوا ان ايده كان لابس سلسله، السلسله دي كان بيلبسها بودي ولعه. فممكن يكون الشخص ده اللي هو ظهر كان بيدي التحديات لشاور هيكون بودي ولعه، عشان نفس السلسله اللي كان لابسها هو لابسها بودي ولعه، فممكن يكون هو. والدليل التاني اللي تاني بعد ده هياكد لنا وهيعرفنا مين هو برده وهيثبت لنا ان هو بودي ولعه. يلا بينا نخش في الدليل التاني على طول. الدليل التاني معانا، الدليل التاني معانا لو حصل اصابع الشخص ده هتلاقي اصابعه وتلاقي اصابع بودي ولعه. زي ما دخلت هتلاقي صوره، الصوره دي واخده سكرين شوت، ولو لاحظتوا اصابع بانويل تشبه اصابع بودي ولعه جدا، يعني شايفين مفيش فرق، يعني مفيش فرق خالص اعتقد. فنسبه كبيره كده اكدنا انه هيكون هو بودي ولعه، الشخص اللي كان بيدي التحديات هيكون هو بودي ولعه. زي ما شفتوا دلوقتي مش هقدر عليكم، اخش في الدليل التاني على طول. وبرده في ناس كانت بتقول ازاي هو بيجي فوق في الفيلا بعد كده اختفى. بص الصراحه دي مونتاج، دي مونتاج، يعني شاور كان متفقين مع شاور ان هو اعمل الحته دي تكون تحدي، هو مدوه لشاور عشان يعمل يعني اللي هو يخفف المونتاج. يلا اخد هوريكم ضغطي، يعني لو عايز اخد هعمل 1 2 3 واختفي 1 2 3. شفت كده انا اختفيت بعد 1 2 3. ده اسمه قص اللي هو في المونتاج. انت قطعت انت عارف، يعني هعلمكم شويه حركات في المونتاج لو الناس اللي عايزه تبدا على اليوتيوب وتعرف شويه حركات في المونتاج. ممكن في سلسله عاملها قريب يعني شويه حركات في المونتاج، وعارف شويه حركات مثلا يفضل ستاند اليوتيوب وكل حاجات كده. يعني مش عايزين يعني نبعد عن فيديو النهارده. فاحنا كان الناس بتسال ازاي هو اختفى، هو اختفى بالطريقه دي مونتاج تمام. برضه الناس بتسال ازاي هو بقى فوق بكده يجي تحت. بص هو اكتر من واحد كده، يثبت لنا ان هو اكتر من واحد. ممكن فوق كان فوق دلوقتي كان لبس او هدوم كده تمام، بعد كده حد سحبها وحد خفاها، او ممكن يكون شخص ممكن احمد شاور بعد كده اختفى. يبقى مين اللي ظهر تحت ده؟ هو بودي ولعه، يعني هو احمد شاور فوق بعد كده ظهر تحت بودي ولعه تمام. لسه بتسال ازاي هو بقى فوق بقى تحت تمام. بس كده كانت تحليلات النهارده، كانت تلات تحليلات كده اثبتت لنا ان هو احمد شاور وبودي ولعه والبيت دي اللي كانت مش عارف اسمها البيت دي. فممكن يكون هما الثلاثه عاملين مقلب في شاور وبس كده. وبرده الناس بتسال اللي انت تعتقد ان احمد شاور. بص احمد شاور ليه؟ عشان لو فاكرين في اول سلسله شاور عملها بتاعت مش فاكر، احط لكم صورته هنا دي. فاكرين الشخص ده اللي كان لابس اللبس ده؟ لو لاحظت ان هو كان احمد شاور، فعمر شاور انتقم منه وهو زعل ما بينه وخطيبته يعني، فعمل في مقلب. هو عشان ينتقم ممكن يكون يعمل في المقلب ده تمام. يعني ده تحليل برده جانبي، يعني ممكن يكون كده، لكن ممكن ده السبب ان هو احمد شاور يعمل في المقلب. بس كده مش عايز اطول عليكم، اعمل لايك واشترك في القناه وفعل الجرس. الانستجرام بتاعي تحت في الديسكريبشن، خش اعمل لي فولو، برد على كل الناس. بس كده سلام.